كابتن محمد بركات، انت شايف وجهة نظرك ان الدوري المصري ناقصه ايه؟ والله انا شايف ان هو دوري من افضل الدوريات اللي موجوده في المنطقه. يعني احنا دايما لما بنتكلم بنقول الدوري السعودي قوي والدوري المصري قوي، يعني قريبين من بعض يعني بطريقه كبيره جدا. الدوري كمان اتحسن حتى السنه الاخيره برضو بعد ما مسكته رابطه الانديه، النظام بقى بطريقه احسن، التصوير بقى بطريقه احسن، التأجيلات والماتشات وكده ما بقتش زي الأول، بقت الدنيا في التزام أكتر في الدوري مع وجود فرق طبعا دلوقتي طلعت وبقت بتنافس وعندها إمكانيات إنها تشتري لعيبة كويسة، فبقى كل فريق قوي مشكل عنده قوة في مناطق كده. معينة. فدلوقتي لما تيجي تلعبي فرقتين ضد بعض ما تبقيش متوقعة النتيجة، يعني ممكن اي حد برضو دلوقتي شايف ناقصه ايه؟ وده شفناه السنه دي مثلا، لو قلنا الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك وبيراميدز شفناهم السنه دي بيفقدوا بنط كتير قوي مع الانديه اللي هي ما كنتيش تتخيلي ان هي ممكن تعمل حاجه، ولكن زي ما بقول لك اما يبقى انت مش قادره تتوقعي ماتشات كتير، لا دوت يقول لك ده ان معناه المنافسه قويه. المنافسه قويه.